أمير بني صخر مثقال الفايز بني صخر في الشمال، رجال كريم معروف تاريخه يشهد له. قلط عليه تاجر، وهذا التاجر تاجر ابل ومواشي. يقول أنا أتقهوى أنا وياه لحالنا ويبي يسمع سواليف غريبة مثقال الشيخ. قال يا تاجر فلان، قال نعم. قال وش أغرب ما مر عليك؟ وش الشيء اللي جرى عليك ويستاهل انك تتكلم فيه؟ قال والله مذكور لي عرب في المكان الفلاني وعندهم ابل وغنم معروضة للبيع، وحنا على بداية الشتاء. يقول انا ما اشتري الا في الشتاء، خدت عصاتي وخدت ذهابي وقمت امشي في هالبر. يقول يوم جيت المكان اللي هم وصفين اللي فيه ما في احد، لقيت بيت شعر خربوش ابويتن وعنده بعير مقيد، وانا ابي الجلسه وابي القهوه وابي ارتاح. يقول يوم جيت ما حول احد هالبيت. يقول وصوت وصوت وتطلع لي هاك الستيره، مره في نصف عمرها ستيره. اقلط اقلط. قال وين راعي البيت؟ قالت وين راعي البيت يطلب كل حل. توفي. هي تظن اني اعرف راعي البيت. قال وعيال راعي البيت؟ قالت ما جاها عيال. قال خير ان شاء الله في امان الله. قالت له اقلط. عرفت اني ما اعرفه، يوم سالت عن عياله عرفت اني ما اعرف. قالت اقلط. قال ما في احد. قالت اقلط، راعي البيت يضيف حي ميت. يا سلام، والله انت اقلط. يا سلام. هي قالت له جيرت الله عليك. يقول يوم جيرتني وقالت لي هالكلمه تاثرت، قلت يلا. وانا اقلط ولا هي شابه الضب وحاطه لي التمر والقهوه وهي في طرف البيت. يقول واتقهوى. يقول وش اجازي هالمرة اللي حلفت علي اقلط؟ بيت ضعيف وظروف صعبة. يقول لقيت عذر في هالبعير. قلت يا اختي؟ قالت نعم. قال انا شراي حلال وهالبعير جايز لي ودي اشتريه، حديه علي باي ثمن. قالت والله يا لحية الغانمة هذا اشيل عليه قشي واشيل عليه بيت هالشعر اللي فيه، والله لو اعطيتك اياه ولا بعته عليك ما والله يعني اقدر امشي، هالحق ربعي واتابعهم. قال يقول اعطيها 3 أضعاف ما تحلم فيه، 4 أضعاف 5 أضعاف عيت. قالت ما اقدر والله ما اقدر. يقول انا خلاص. قلت لها انا بمشي. يقول حنا اظلم علينا الليل وعلينا مطر. قالت وين تمشي فيها المطر فيها البرد؟ انا اختي وراها التبه بروح امرح عندها واذا جاء الصبح جيتك. تقول هي. قال خير ان شاء الله. يقول هي تثور البعير وتحط عليه ماعون وتاخذ اغراض معها ما ادري وشي. يقول انا عندي بشتي وفروتي، قلت وسدتها ورقت. يقول يوم جاء الصبح وشم ريحة النار مشبوبه، اثرها جت وانا ما ادري. يقول اثرها تدبر في محل النار هذا. يقول يوم جيت ولا رابصة من الماء ما غير تقطر ماء. قلت انت اللي شوفت؟ يقول نايمة في البر. قالت لا والله رحت وجيت، رحت لاختي وجيت، يمكن المطر اللي جاني في الطريق. سبحان الله. يقول يوم خدت وانا اكمل قهوتي وقدوعي الا جايبت لي هاك الماعون اللي عليه لحم مقطع مثل ما تقول اوصال، مطبوخ ومستوي، وانا والله شيء زين. يقول واكل لين صفى راسي. قلت ما شاء الله مخطورين، من وين هاللحم؟ قالت والله رزق ساقها الله لنا حطيته لك. يقول في خاطري انها راحت لاختها وجابت اللحم وجت. يقول هنا عاد خلاص اصريت اني اشتري هالبعير باللي هو، لو تقول ب10 أضعاف بشتري. قلت تراني بشتري البعير. قالت البعير يا رجال ما هو للبيع، انا اشيل عليه ذهابي، كثر عليها. قالت البعير في بطنك، هل اللي تكلته هذا البعير؟ يوم حلف عليها. يقول مي بناوية تعلمني، اثرها راحت وذبحت البعير وجابت اللحم اللي تقدر عليه وطبخت لي، لا عندها اخت ولا عندها شيء. يقول انا تذرف عيني. قلت ما له داعي يا اختي انا يعني اتصلت. قالت قايلت لك راعي البيت هذا يكرم حي ميت. يقول يوم انا ما ادري ايش اسوي، اسقط في يدي. هذا اصعب ما مر علي يا شيخ مثقال، هالمره هذا اللي ذبحت لي بعيرها اللي تشيل عليها عفشه تبي تكرمني في هالبرد وفي هالليل، ما ادري ايش اسوي لها. قال كم السالفه يا شيخ؟ قال مثل ما تقول لها 8 أشهر 7 أشهر. قالوا ينادي مثقال الفايز وينادي اهل البل، عزلوا فلانه وفلانه وفلانه وعزلوا من الغنم مثل ما تقول هاك العدد.
تدل محلها قالي قال بيمشي معك الراعي تروح تعطيه اياه تقول هذه هديه من مثقال الفايزلت وتراها اخوت في الدنيا ما يلحق شيء ولا يضيم شيء وانا موجود تنصيني وعلى طول اللي تبينه حلال وحياته يقول وانا اخذ الحلال واخذ الراعي معي يقول نروح نلقاها في مكانها يقول اسلم عليها عرفتني قلت هذه سالفه قلتها للشيخ مثقال الفايز وهذا المعطس هالنياق اللي ارسلها مع الراعي وهالغنم ويقول ترى اخوت ما تحتاجين شيء وهو موجود ولا يضيمت شيء وهو موجود ترى اخوت في الدنيا قبل الاخره يقول وهي تاخذ هذا وتتشكر وانا ارجع المثقال الله يجزاه خير ولا هي بغريبه على العرب لا المراه ولا الرجال هذه من شيم العرب ومن كرم العرب واسال الله العلي العظيم ينفع بهالقصه. هو المفروض كافاها هو يعني راح وشرى لها ناقه وجمل بدل جملها وقبل مثقال. هو ما ذكر الكلام هذا لكن اتوقع انه كافاها ولا بغى يعلم. ممكن. اكيد. إيه.